في الوقت الذي يحتاج فيه برشلونة لتركيز كل نجومه في المنعرج الأخير من الموسم، يجد نيمار نفسه مضطرا للمثول أمام المحكمة بقرار قضائي. أما ميسي فلا يزال ينتظر قرار لجنة العقوبات التابعة للفيفا بشأن تخفيض عقوبته الدولية من عدمه. ميسي، نيمار وسواريز، ثلاثي تأتيه الإشادة من كل جانب، لكن أيضا تحاصره المشاكل من كل الجوانب. برشلونة أحوج ما يكون إلى أسلحته، فالمرحلة تقتضي التركيز على كرة القدم فقط، لكن الحال يبدو مختلفا تماما. نيمار أضحت قضيته كمسلسل تركي، ما إن تقترب من الحل حتى يعاد النظر فيها من أولها. بيان للمحكمة الوطنية أكد أن القاضي أمر بمثول نيمار وذويه ورئيسي برشلونة الحالي بارتوميو والسابق روسيل أمام المحكمة. القضاء الإسباني رفض التماس نيمار وبرشلونة، ما يفتح الباب أمام محاكمة فعلية لكل المتدخلين في الصفقة. الأمر كله بيد الحكم، عفواً بل القاضي. هذا الأخير اعتبر أن المبلغ الذي دفعه برشلونة إلى سانتوس يبلغ 25 مليوناً، ما كبد المجموعة البرازيلية المالكة سابقاً لجزء من حقوق صور اللاعب خسارة بقيمة 3.5 مليون يورو. نيمار كرر ولا يزال أنه قدم إلى إسبانيا من أجل لعب كرة القدم فقط، وثقته في والده لا تناقش. نيمار يعلم الآن أيضا أن قرار القاضي لا يناقش وقد يمثل أمامه قريبا. قصة ميسي تختلف تماما، لا هي بتحايل ولا بتهرب، بل لا علاقة لها بالمحاكم ولا ببرشلونة، هي استمرار لنحس لازمه مع الأرجنتين طوال مسيرته. قائد الألبي سيليستي يقضي عقوبة توقيف لأربع مباريات في وقت يصارع فيه منتخب بلاده من أجل بطاقة المونديالية. الاتحاد الأرجنتيني جرب كل الوسائل ووكل محامين للقضية. رئيس الاتحاد طلب من ميسي السفر إلى زيوريخ لحضور جلسة الاستماع، وحينما تعذر على ميسي ذلك اختار حضور الجلسة عبر الفيديو، لكن محاميه نصحه بعدم فعل ذلك، وتكلف هو وبقية بالدفاع عنه مطالبين بتخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة. وفي انتظار قرار الفيفا ينهي ميسي الموسم بقلب في برشلونة وعقل في الأرجنتين.